فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل يقول تزوج بامرأة مطلقة، رجل تزوج بامرأة مطلقة تسكن في بيت مستقل عن أهلها، وتزوجها دون علم أهلها أو حتى وليها، ويقول إنه قد جرى في هذا الأمر على المذهب الحنفي، ما نصيحتكم لمثل هؤلاء الأزواج الذين يتزوجون دون ولي ودون إشهاد أو إشهار للزواج؟ يرجعون إلى المحكمة الشرعية، هذا يرجع فيه إلى القاضي، إلى المحكمة الشرعية لينظر فيه. نعم.